عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه أنه قال: سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار قال: أنا أخبرك بعلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أزرة المسلم إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، ما أسفل من ذلك ففي النار، ما أسفل من ذلك ففي النار، لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني ما الذي فيه ذكر ما تقدم من أن الله لا ينظر إلى من جر إزاره بطرا، وفيه بيان أن إزرة المسلم إلى نصف الساقين، وأنه لا جناح عليه فيما نزل ذلك بشرط أن لا ينزل عن الكعبين، بشرط أن لا ينزل عن الكعبين. وهنا عبر بالإزار، وذلك أن الإزار يسترخي، فإذا وضع على نصف الساق فإنه ينزل، وهذا ولهذا ما جاء يعني ذكر القميص، لأن القميص ما ينزل لأنه معلق على الكتفين فما فيه نزول، بخلاف الإزار هذا هو الذي جاء فيه الروايات فيما يتعلق بأنه لا نصف الساق، يعني لأنه الإزار يسترخي وينزل، فإذا جعله على نصف الساق فإنه ينزل، وإذا نزل نزل إلى منطقة سابقة ومشروعة ولا بأس بها. وأما القميص فإنه مفصل ومحمول على الكتفين، يعني فلا يكون فيه الاسترخاء ولا يكون فيه النزول. نعم، وهذا الحديث صحيح الإسناد. نعم.